إبقاء البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة السلبية فاجأ الكثيرين، معلناً عن اتخاذ إجراءات إضافية. بهذه الإجراءات نريد أن نركز على التحكم في معدلات الفائدة لنجعل من السياسة النقدية أكثر مرونة واستدامة بالمقارنة مع الإجراءات المتبعة حتى الآن والتي كانت تركز على القاعدة النقدية والسندات الحكومية. وبذا أبقى سعر البنك المركزي الياباني على الفائدة السلبية المفروضة على البنوك التي تحتفظ بودائع لديه. يأتي ذلك بعد فشل المركزي الياباني في الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند 2%. لذا يدرس المركزي الياباني شراء سندات متوسطة الأجل للحفاظ على معدلات فوائد السندات قرب الصفر والاقتراب من معدلات التضخم المطلوبة.